ورجعنا تاني لما نتكلم عن الجمال، يبقى جمالك عندنا هنا بس. عشان كده احنا بنحاول نقول ان ما بقاش فيه حاجة اسمها مشكلة. جمال بشرتك، جمال شعرك، جمال قوامك، كل حاجة هنا بنحلها يعني. وما اكيد ما فيش حاجة بقت صعبة، خلاص خلاص كل حاجة بقت سهلة وبقت في متناول الجميع وبقت يعني ايه، يعني بنشوفها في كل الاماكن. كمان في البرنامج ده بنحاول نخلي كل واحدة ست تحس بنفسها وتحس ان قد ايه ممكن ترجع جمالها ورونقها وبسرعة جدا. نرحب بضيفتنا النهاردة دكتورة مريم متى، اخصائي الجلدية والليزر بعيادات نفط. مساء الخير يا دكتور، منورة. مساء النور يا رانيا. مساء النور يا ايناس، منورين. ايه الالوان الحلوة دي؟ انتوا الوانكم احلى، ومش عارفة اقول ايه، انا قاعدة بين قمرين يا رب. ربنا يخليكي. قبل ما نبتدي الاسئلة مع دكتور مريم، تعالوا نشوف الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. هي صفحة واحدة بتاعت نبط كلينيك، هي دي الصفحة اللي هتشوفوها دلوقتي على الشاشة. وبرضو زي ما بنقول كل مرة تقدروا تعرفوا من خلالها اي عروض بتقدمها عيادات نبط، وخصوصا ان في مفاجأة لكل عروسة. عيادات نبط يا جماعة عاملة مفاجأة لكل عروسة فرحها في شهر 7، ان اي حاجة هتروحي تعمليها هتاخدي عليها جلسة نضارة فور فري. يعني هتروحي تعملي بوتوكس، هتروحي تعملي فيلر، هتروحي تعملي اي حاجة هتاخدي عليها جلسة نضارة فور فري، لان فرحك هيبقى في شهر 7. يعني مش عارفين بقى ممكن يعني نتحايل عليهم يطولوها شوية ولا ايه، بس هي لحد دلوقتي شهر 7. وكمان دلوقتي في عيادات نبض 50% خصم علشان اي حاجة انتوا هتروحوا تعملوها بمناسبة رجوع البرنامج بالشكل الجديد. تعالوا نبتدي حلقتنا ونسأل دكتورة مريم اول سؤال. يا دكتور، بمناسبة بقى العرض والعروسة وكده، يعني امتى العروسة تقول انا لازم اروح عيادات نبض علشان انا فرحي قرب، ولو عندها مشكلة وممكن تتحل بسرعة، امتى العروسة تقول كده؟ بصي يا رانيا، هي العروسة عشان تروح عيادات نبض مش لازم يكون عندها مشكلة، يعني كده كده في سيشنز معينة دي بتبقى الكير العادي بتاع العروسة، زي مثلا السيشنز بتاعت ازالة الشعر او الهير ايبايليشن، دي محتاجة انها تعملها ككير عادي. الجلسات بتاعت النضارة، عنايتها ببشرتها، حتى لو هتحط ميك اب يوم الفرح، بس هي محتاجة تحس ان وشها نضر من غير ميك اب في الهانيمون، في خروجاتها، في حياتها، فده مش محتاج يكون في مشكلة او حاجة تكون بتعالجها. برضو علاج الشعر، يعني العروسة دي احنا بنجهزها انها هتدخل بعد كده في بريجننسي وفي حمل وكده، فمحتاجين شعرها يكون قوي عشان ما يكونش بيضعف بعد كده. فبرضو جلسات العناية بتاعت الشعر زي البي ار بي، البلازما والميزوثيرابي، ده كله بيندرج تحت الكير العادي. يعني لا قدر الله بقى لو في مشكله، طبعا يعني بنتحرك اسرع شويه، يعني مثلا لو هي عندها اثر مكان حبوب، لو انا مثلا عندي مشكله تعرق زايد الايد، دي اهم حاجه، الراجل هيجي يلبس الدبله فمش هينفع نكون بنعرق. فدلوقتي بنعرف نحقن بوتكس في الايد بحيث يقلل المشكله بتاعت التعرق الزايد ده. فلو هي عندها مشكله الموضوع بقى ابسط، بقى اسهل، بقى عندنا موداليتيز كتير، حتى لو هي جات لي في وقت مش كبير اقدر اني اعمل لها شغل كويس. ده عشان التعرق اللي بتقولي عليه ده كمان ممكن يبقى اندر ارمز. طبعا بنعمل كده بالذات في الصيف، البنات والستات اللي عندهم المنطقه بتاعت الاندر ارم غامقه بينفع نكون بنحقن بوتوكس، لان اصلا سبب الغمقان ده بيكون العرق الكتير، مع ان ده سكين فولد، مكان تنايات جلد يعني. بالظبط. فطبعا لما انا بحقن بوتوكس بقعد 9 شهور، ممكن من 6 لـ9 شهور، وساعات ناس بيقعدوا سنه ما فيش عرق خالص، ومش محتاجه استعمل ديودرنت او حاجه تكون ارتفيشال، حاجه مش طبيه تكون بتسبب لي لون غامق. صح. فطبعا حاجه يعني رائعه في الصيف بيتهيألي. صراحه محرجه جدا للعروسه. طب في حاجه تانية برضو، في احنا ده مش حتى للعرايس، هتلاقي كل الناس معظمها عندها البروفايل اليمين غير الشمال. أكيد. فهتلاقي فيه زي حاجب نازل وحاجب طالع. أوكي. لو عندها بقى مشكلة، لو هنتكلم طبعا بما ان موضوعنا النهاردة عن العرايس، في بنت بتبقى عايزة ترفع الحواجب، او ممكن يبقى الجفن ساقط، في الحاجات دي طبعا اكيد بتتحل كمان بالبوتوكس. بصي، طبعا البوتوكس يعني يعتبر حل سحري ورائع في حاجة زي كده، لانه انا لما بحقن بوتوكس بالنسبة للتجاعيد التعبيرية او لمنطقة الجبهة، كده كده منطقة الجبهة بتترفع شوية لفوق، فشوية الحواجب بتترفع، بس مش اللي رافعة
اللي هي شكلها يعني مش لطيف. في معانا صوره هنا، يعني دي برضو بصي منطقه حوالين العين كلها كانت عامله ازاي قبل البوتوكس وبعد البوتوكس بقت عامله ازاي، بيتهيألي واو يعني. طبعا ما فيش مقارنه بين الصورتين. هو كده كده البوتوكس حسيه طبيعيه اكتر طبعا، وفي نفس الوقت البوتوكس بيخلي الحاجب شكله طبيعي، يعني احنا بنحقن يونتس تثبت الحاجب في مكانه، لكن الجبهه كلها رفعتها بتخليكي تحسي المكان مفرود هنا. تشوفي هنا بتهيألي هنا باينه جدا، يعني بصي قبل وبعد البوتوكس عامله ازاي، بتهيألي الجبهه كلها منظرها اتغير تماما، رغم ان دي ستاتيك رينكلز يعني التجاعيد دي بقت ثابته بالظبط، لكن دي بتختفي بعد مثلا كام يوم. بصي البوتوكس بيبدا يشتغل من بعد 4 أيام تقريبا لحد اسبوع، بناخد نتيجه زي دي. وممكن كمان في ناس بنكمل بنعمل ريتاتش بعدها باسبوع تاني، لو فاضل اي حاجه بنكملها بحيث تاخد يعني احسن ريزلت من السيشن. يعني هي سيشن واحده وخلاص الموضوع؟ سيشن واحده وخلاص. فحتى لو واحده عروسه جايه لي ان شاء الله قبل فرحها باسبوع هقدر اعملها. حلو جدا. طب لو اتكلمنا عن المنطقه بتاعه العين، طبعا احنا عارفين ان العينين دي يعني كل عروسه وكل واحده ست بتبقى عايزه تحط ميك اب وتحدد شكل عينيها ويبقى شكل العين هو ده عنوان الجمال او مرايه الجمال. طبعا اهم حاجه صح طبعا. اكيد المنطقه بتاعه العينين دي ساعات بيبقى فيها انتفاخات تحت العين. تمام. يعني ممكن تبقى وراثيه وممكن تكون حاجات كتير. اوكي. ازاي احنا نقدر نعالج المشكله دي؟ اوكي، بصي منطقه تحت العين وارد يكون فيها كذا حاجه، يعني ممكن يبقى عندي يا اما انتفاخات زي ما انت قلتي، يا اما يبقى لون صبغه او بيجمنت. لو انا عندي صبغه غامقه او بيجمنت، في انواع تقشير مخصوص تحت العين بتشيل الصبغه دي. فده طريقه بنمشي بيها. في ناس تانية ممكن يبقى التجويف اللي تحت العين ده هو نفسه التجويف عميق لجوه، فانت بالنسبه لك شايفه المنطقه دي منطقه ضلمه في العين، غائره. بصي زي المنظر اللي احنا جايبينه مقسومه كده. هي في الحقيقه هي مش غامقه، لكن هو التجويف نفسه في العين نفسه مخليكي حاسه ان دي منطقه ضلمه في الوش. يعني قصدك ان يعني المنطقه الغامقه دي التجويف ده بيعمل هالات سوداء، بيدي شادو هالات سوداء. بالظبط، شادو غامق. فده لما بنحقنه فيلر زي الصوره اللي احنا عندنا، بصي خلاص انت مش شايفه اي تصبغ ولا اي حاجه، ده مش تصبغ، ده التجويف اللي كان موجود اتملى فالدنيا اتصلحت. في بقى حاجه تانية في زي وفي ساعتها وقتي بتبقى موجود. بصي الفيلر وقتي، انت بتحطي الفيلر بتشوفي النتيجه بتاعته في وقتها. اوكي. ودي يمكن من احلى حاجه في الفيلر، يعني من احلى الحاجات. وبرده دي ممكن تعملها على طول قبل الفرح، مش محتاجه وقت كبير داون تايم او قاعده في البيت. في بس حاجه عايزه اقولها، لو حد عنده تحت الجفن ترهلات وجلد كتير، دي زمان ما كانش ليها حل غير الجراحه، اللي هو بيقول لك السيرجيكال بليفروبلاستي. دلوقتي فوق العين كمان. وفوق العين كمان. دلوقتي بقى عندنا بقى جهاز البلازما جيت اللي انا جايبه الصوره بتاعته ده. بصي فوق وتحت العين بقى عامل ازاي؟ كل الجلد الزياده، كل الترهل ده بيتصلح، بالذات الناس اللي عينيهم بتبقى مبطنه او مضايقاهم. او زي التشاينيز كده. بالظبط. يعني بيقدروا يشيلوها. انت شايفه ايه ناس؟ يعني المنظر ده بعد البلازما جت بكام يوم احنا نلاقيه؟ بصي ده بعد البلازما جت بحوالي مثلا اسبوع ل 10 ايام، لان شويه البلازما جت من الاجهزه اللي بنحتاج نقعد فيها شويه في البيت، بس النتيجه بتاعته تستاهل، يعني عشان بس بيبقى في شويه احمرار مكان الجلسه. بعد اسبوع بتبقى الدنيا تمام. احمرار يعني معنى كده ان انا مش هنزل الشغل على طول؟ لا لا، يعني هقعد بس في البيت يومين ثلاثه ارتاح وبعد كده هنزل اعيش حياتي عادي خالص. طب ده بقى منطقه العين. تعالي بقى للأنف، يعني برضو أوكي. هتلاقي مشاكل بنات عندها يعني مثلا اعوجاج او فيها مشكلة، ايه بقى المشاكل اللي نقدر نحلها وفي وقت سريع لو هي عندها مشكلة سريعة وفرحها قرب؟ تمام. بصي يا إيناس، بالنسبة لمشاكل الأنف، في ناس بيبقى عندهم الأنف مش مستقيم، يعني مش ستريت لاين زي كده، تحس ان في منطقة نازلة لتحت وبعدين طالعة أو معوجة أو حاجة. أو بالظبط كده، أو معوجة أو زي ما بيقولوا مطب كده لتحت. فده سهل جدا، بندخل بالفيلر زي الصورة اللي أنا جايباها معايا دي. بصي الفرق بين اللي على الشمال وعلى اليمين، الأنف بقت ستريت تماما، دي مجرد إن أنا حقنتها فيلر في لحظتها. يعني لا بقى سيرجري ولا على مناخير ايناس ولا هتقعد في البيت. مش محتاجه. الحمد لله. قمرات الحقيقه مش محتاجه. بصي كده من الجنب كده ايناس، شوفي عندي فيه مطب. لا مفيش مطبات خالص. بس فدي مشكله اتحلت يعني في سيشن ما كملتش 10 دقائق، وبيتهيألي يعني صوره الفرح تستاهل ان احنا دي على طول. يعني قبل الفرح تقدر تعملها على طول؟ بصي طبعا يفضل قبل الفرح بكام يوم، ان شاء الله حتى يومين ثلاثه. لكن لا، الفيلر برضه من الحاجات اللي ما فيهاش قاعده في البيت ولا داون تايم ولا
يعني بريكوشن، غير انها بتشرب شويه ميه كتير بس عشان خاطر الفيلر ماده هايجروسكوبيك، بتشرب ميه وتنتفخ اكتر فتديكي ريزلت احسن لو شربتي ميه. يعني دي عامله عقد كتيره للبنات كتيره جدا، حوار المناخير، انا عايزه اعمل مناخيري، انا عايزه اعمل مش عارف ايه. انا هقول لك دي في جلسه واحده تحل المشكله في ثانيه، دي اختراع. في ناس برضو لما بتيجي تضحك يا ناس بتلاقي الفتحه بتاعت المناخير بتبقى واسعه. بالظبط، لما المكان بتاع الفتحه بتاعت المناخير لما بتوسع، او الارنوب بتاع المناخير اللي بيظهر مع الضحك ده بقى بوتوكس يعني في لحظتها برضو، يعني مجرد شكه واحده هنا وشكه هنا وهنا خلاص انت كده صلحتي كل الحاجات اللي رانيا بتقول عليها دي. اه فعلا العقد راحت بتروح تمام كده العقد راحت خلاص كده كل العقد وكل الحاجات راحت، تضحك براحتها. طب احنا خدنا منطقه الحواجب وبعدين نزلنا معاكي للعينين وبعد كده ايناس قالت لك الانف، انا هسالك بقى عن اللغد. منطقه اللغد دي بتخلي يعني حتى لو هي عروسه لما بتيجي تلبس فستان انت عارفه الديكولتي بيبقى مفتوح وكده، المنطقه دي بتخليكي ما انتيش عارفه حتى تلبسي هنا اي كوليه، بيبقى اي حاجه شكلها مش حلو. الاتجاه كان قبل كده للعمليات الجراحيه طبعا، دلوقتي هل في حل ويكون حل سريع ويكون عيادات نبض بتقدمه لنا؟ بصي بقى في حل رائع وانا شخصيا بحبه جدا، جهاز الالفت. الالفت ده يعني اجدد جهاز في عيله الهايفو. الهايفو ده حاجه اسمها هاي انتنس فوكست الترا ساوند، ده بيشتغل على طبقات عميقه في الجلد، طبقه اسمها السماث لاير، بيدخل يشد لك الجلد زي ما تكوني مثلا لابسه جوب تحتها بطانه. أوكي. فانت شديتي البطانه اللي تحتها فالمكان اتشد من غير سيرجري ومن غير اي حاجه. الحلو فيه بقى مفيش شكشكه. اه انا معايا طبعا صوره اهي باين قوي الفرق بين لا دي اهم حاجه، لان في ناس كتيره قوي بتخاف من الانجكشن اي حاجه. مفيش انجكشن جراحه مفيش انجكشن خالص، مفيش داون تايم، مفيش وقت قاعده في البيت، ممكن تعمل السيشن عندي وتنزل الشغل عادي خالص مفيش مشكله. مفيش وجع مفيش اي حاجه، يعني جهاز بصراحه رائع. حتى هنا اللغد راح خالص. اه بصي ده كده بعد قد ايه؟ كام جلسه دي؟ بصي بناخد غالبا جلستين، يعني بنعمل جلسه وبعدين بنستنى مثلا ثلاث شهور على حسب الحاله كمان. بالظبط، وبعد كده ممكن نعيد تاني لو احنا محتاجين نكون بنعيد تاني، لان يعني شويه احنا عندنا المصريين المنطقه دي بتكون فيها شويه دهون فممكن نكون بنحتاج نعيد. وممكن نعمل حاجه ثانيه، ممكن بنحط معاه ميزو ثيرابي لايبوليسيس يدوب لو في حته دهون هنا، ده بيدي برضه نتائج حلوه قوي. طب ده حلو جدا جدا. طب لو في ساعات بيبقى في عارفه اللي هي التجاعيد اللي بتطول دي، اه لما تلاقي حد كده بيتكلم اه دي برضو يعني ايه الحل، ازاي نحلها لو في بصي لا انت بصي برضو الهايفو او الالفت عامل شغل كويس قوي بالنسبه لمنطقه الرقبه especially انه جايب بهاندلز كتير شويه عن الجهاز القديم، في هاندلز كبيره للبودي الحركه بتاعتها شويه دائريه، فدي بتعملي تغطيه حلوه قوي لو في منطقه زي كده وبتديني شد يكون كويس قوي، فده عامل شغل كويس. لو المرحله اكتر من كده ممكن بنعمل خيوط، الخيوط بتبقى حلوه جدا في منطقه الرقبه. بالظبط، لان الخيوط الجديده ما بقتش مونوفيلمنت، ما بقتش خيط واحد رفيع، بقى طلع منها حاجه زي كوجز كده او زي ما بيقولوا زيادات نتشات. بالظبط نتشات، بالظبط خطافات كده او خطافات مش نتشات مش اللي هي بترفع الجلد خطافات يا ايناس. اوكي طلع منها دخلت في بعض طلع منها خطافات، فدي بتتحط موجوده هنا وبيتلف حواليها النسيج، بيتلف حواليها نسيج اكتر، فكل ما بيتلف عليها نسيج من الجسم بتعمل شد احسن، شد وترفع، بنوصل لنتائج قرب الجراحه من غير الجراحه. وممكن بالنكس يعني ممكن نعمل الهايفو او الالفت مع الخيوط فبرضه بناخد نتائج هايله جدا ما كناش بنعرف نجيبها قبل كده من غير جراحه. طب في منطقه بقى يعني عارفه القطنه ما بتكدبش يا دكتور طبعا. المنطقه دي هي منطقه الايدين بتفضحنا. ايوه بتفضح، بتفضح كمان والرقبه على فكره، يعني الايدين والرقبه اكتر طبعًا. منطقتين بيبينوا شكل او عمر الست بتفضحها يعني بلاش لا احنا كلنا دلوقتي بقى خلاص ما بقاش في حاجه 28 مش بنعد بعد كده. طبعا دي مش للعروسه، يعني احنا دلوقتي بنتكلم مش للعروسه، لكن المنطقه بتاعت الايدين دي والكرمشه اللي او بتفضى من الكولاجين اللي بيبقى فيها، تمام ازاي بنقدر نرجع لها نظرتها ويبقى شكلها حلو؟
بصي اقولك انه لو حقنا فيلر برضو بتملي كل التجاويف اللي بتكون موجوده في الايد دي والمنظر بيتغير تماما، بتلاقي الايد بقت يعني مليانه وكاني ما كانش فيه اي لوس للكولاجين. بصي أيوة الصوره أيوة اللي معايا الفرق عامل ازاي. انا بحب الاختراع ده عشان الواحد لما يكبر يعني يلاقي حاجه يداري بيها. ايوه عايزه اقول لك في بنات صغيرين كمان بيبقى هي طبيعه كده. ايديهم رفيعه شويه والعروق بتاعتها باينه. لا معرقبه شويه. يعني عايزه اقول معرقبه. ما معرقبه ولا بتلاقي العروق باينه جدا، بيبقى فعلا شكلها برده بالظبط مش حلو، فبتبقى الشكل شويه مش احلى حاجه. واحنا قلنا الايد دي مهمه عشان الدبله بقى والعروسه والشبكه والحاجات دي. فممكن نيجي نعمل فيلر وان سيشن، هتبقى الدنيا لطيفه كده. وان سيشن يعني في سيشن واحده بالمشكله بتتحل. هي وهي بتقعد قد ايه بقى يعني؟ خلاص احنا ملينا الايد وفي السيشن وانا خارجه ايدي بقت جميله وكده، بتقعد معايا وقت قد ايه؟ بصي بتقعد من 6 لـ9 شهور، وفي ناس ممكن تمد معاهم اكتر لمده سنه. لو انا اهتميت اني اشرب ميه كتير واحط مرطبات كتير على المناطق دي، ده بيطول عمر الفيلر شويه معانا. حلو قوي، فده بيكون كويس. طب احنا بقى اتكلمنا عن الفيس واتكلمنا عن الرقبه والايدين والمناخير والمناخير. لا احنا بقى اهم حاجه بقى حتى في السمر اللي احنا فيه والعروسه طبعا يعني داخله على حياه جديده، حابه برضو تهتم بجسمها ونضاره جسمها. لو بعدنا عن الفيس بقى والايدين وكل حاجه اتكلمنا فيها، نهتم ازاي بقى بنضاره الجلد نفسنا بباقي الجسم كله؟ نعمل ايه؟ البوتوكس والفيلر برضو ليه دور مهم في النضاره؟ بصي هو في ستبس كتير بنهتم بيها يعني طبعا شرب المايه ده اساسي، لازم تشرب كميه مياه كبيره، تهتم بالمرطبات، تهتم بواقي الشمس، دي حاجات هي لازم تعملها. في حاجات بقى احنا لازم نعملها. يعني مثلا في عرايس بيجولي بيبقى عندهم اللي هو جلد الوزه او حاجه بيسموها كيراتوزيس بايليرس، فده بنهتم ان ممكن نعمل لها جلسات تقشير بتكون بتشيل شويه المنظر، انه كل مخرج شعر عامل زي راس الدبوس. ده منظر بيكون جماليا مضايقها يعني. ففي حاجات كتير، في بقى جلسات نضاره كتير قوي بنقدر نعملها، ممكن نعملها برضو في الجسم زي جلسات البلازما البي ار بي، زي جلسات الميزوثيرابي. بتدي برضو نضاره وبتفتح لون الاماكن الغامقه وبتخلي الجلد يبقى يعني نارشد ومتغذي وتحسي انت شكل الجلد حلو ولامع. لا هي اصلا مفيده، حتى البلازما تحس ان هي حاجه من جوانا فهتبقى كويسه جدا. بصي البلازما دي انا بحسها الكير اللي المفروض الواحد يعمله على طول، يعني يا ريت كل حد يقدر يكون بيعمله روتين مره كل اسبوعين او مره كل شهر، ضروري طبعا. ده بيدي نتائج حلوه قوي لانه في جروس فاكتورز معينه بنقدر نعملها. انا بشكرك جدا يا دكتور، شرفتينا طبعا. وعايزه طبعا اقول لكل الاوفر بتاعنا بتاع عيادات نبض لكل عروسه في شهر 7، اوعي تفوتي الفرصه دي، لازم طبعا تستغل الفرصه وتروح لعيادات نبض عشان الاوفر.